فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا استيقظت قبل شروق الشمس بدقائق، فهل أصلي الفجر أولا أم أصلي الراتبة؟ صل الراتبة وصل بعدها الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس، انتقل من هذا الوادي إلى واد آخر، ثم صلوا الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام فصلوا الفجر. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.